محاضرة فضيلة الشيخ عثمان السالمي حفظه الله، والتي كانت في دار الحديث بمسجد ذي النورين اليمن دمار. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى. أحمده على نعمه الكثيرة ولائه الجسيمة، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله جل وعلا الذي من علينا وعليكم بنعمة الإسلام والإيمان، ثم بنعمة العلم والمذاكرة، نعمة حلقات الذكر من أعظمها. ونحمد الله الذي جعل أيضا بلاد اليمن من أحسن بلاد الإسلام، الذين يسارعون في الخير، وهذا من فضل الله عليهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بالوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. هذه روايات، والفقه يمان. فلو قرأت التاريخ فكثيرا ما تقرأ في تراجم علمائنا في مشارق الأرض ومغاربها أن علماء اليمن كانوا في العراق وفي مصر وفي الشام وفي بخارى، خرجوا من اليمن للفتوحات مشاركين، فهذا من فضل الله عليهم، وها هم في هذا الزمن، الزمن المتأخر، وقت اشتغال الناس أو كثير من الناس بالدنيا والإقبال على علم الدنيا، ما زال ثلة بفضل الله تطلب علم الكتاب والسنة، وهذا فضل الله عليهم واختياره لهم، الله يختص برحمته من يشاء. ثم أحمد الله تعالى الذي يسر لي زيارة إخواني في هذا الدار، دار الحديث والعلم، عند أخينا الشيخ المبارك أهبان الموضع آفاه الله، جزاه الله خيرا على ما يقوم به من تعليم أبناء الإسلام والدعوة مع إخوانه الفضلاء، جزى الله الجميع خيرا، وجزى الله أيضا علماء السنة في مشارق الأرض ومغاربها، يقومون بواجب عظيم نحو إخوانهم وأبناء الإسلام، فبارك الله لهم في أوقاتهم وأموالهم ودفع عنهم كل سوء مكروه، وأسأل الله أيضا أن يحفظ بلاد الإسلام كلها من الشرور والفتن. فهذه الحلقات العلمية قد يدفع الله البلاء عن البلاد بسبب تعلم القرآن، تعلم الحديث النبوي، كما قال بعض السلف: لعل الله جل وعلا يدفع عن هذه الأمة البلاء بسبب رحلة أهل الحديث، بسبب رحلة أهل الحديث، فقد كان بعضهم قبل أن تحصل هذه القوانين التي تمزق المسلمون وجعلتهم دولا، كان الواحد يرحل من العراق إلى اليمن، ويرحل من اليمن إلى مصر، إلى العراق، إلى خراسان، إلى الشام، لا يحتاج جواز ولا إقامة، فكان العلماء يرحلون من بلاد إلى أخرى، حتى رحلوا إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني، وأصله من دمار رحمه الله، رحلوا إليهم مشارق الأرض ومغاربها رحمهم الله. فعلى كل
الأمة لم يزل بها بقية خير، والحمد لله على كل حال. فنقول لطلاب العلم بل ولأهل الاستقامة ثم المسلمين جميعا، نوصيكم أولا بتقوى الله جل وعلا والمحافظة على هذا الخير الذي أنتم فيه، لأن الأعمال بالخواتيم، فالشخص قد يعمل فترة من الزمن ووقتا طويلا من الزمن ثم ينحرف في آخر أمره فيحبط عمله، فهنا الكارثة عليه. أما الله جل وعلا فهو غني عن العالمين، وخاصة في زمن الفتن، زمن المغريات، زمن الابتلاءات، فقد اجتمعت في زماننا هذا فتن كبيرة وعظيمة، محاربات للمسلمين عموما من أعداء الدين من اليهود والنصارى، ثم من أذنابهم ممن لا يحب الخير للمسلمين، ثم هناك حروبات أخرى على أهل الاستقامة والتشويه لهم والتنفير عنهم بوصفهم هؤلاء متشددون وهؤلاء وهؤلاء. إذن عليك أيها المسلم الكريم أن توطن نفسك، توطن نفسك على الصبر والثبات والاستمرارية، أنت تعرف الحق أثبت عليه، أثبت على الحق، لأنك إذا لم تثبت يسير عملك الأول هباء منثورا إذا ارتدت عن دينك والعياذ بالله. فالله يقول لسيد الأنام لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم التهديد، فما بالك بنا نحن الذين نحن على يعني ضعف إيماننا وديننا وكثرة الفتن في زماننا، فنحن معرضون للفتن في الليل والنهار، ولكن الاعتصام بالله والاستعانة بالله واللجوء إلى الله. فالله يقول لنبيه الكريم وهو المؤيد المحفوظ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قوله ولولا أن ثبتناك، فالكفار واليهود كانوا يحاولون أن يفتنوا نبينا صلى الله عليه وسلم بوسيلة أو بأخرى، حتى إن اليهود استخدموا السم لقتله فلم يضره، استخدموا السحر فلم يضره عليه الصلاة والسلام، دفع الله عنه. وهكذا أيضا مكائد كثيرة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة أيضا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ سيرته حتى نعرف كيف صبر على هذا الدين وعلى التبليغ
وعلى الدعوة. وسمعتم في صلاة المغرب قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعند الاستقامة على التوحيد، الاستقامة على السنة، الثبات على ما تعلم من الحق، تكون الملائكة مؤيدة لك بأمر الله جل وعلا. الملائكة تكون الملائكة هي حافظة لك وهي المتولية لأمرك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أليس هذا من الكرامة لك؟ والحمد لله، كما سمعت ما زال في المسلمين بقية خير بسبب ما يحفظ الله عز وجل به أولياءه، يحفظ العلماء والعباد والزهاد من الانحرافات ومن أيضا مكائد أعداء الدين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والجائزة بعد ذلك الجنة. فأنت قد قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، إذن هذا طريق الخير. تريد مشروعا آخر، تريد طريقة أخرى، ما ينفعك. أنت قد رضيت بالله وآمنت بالله بأنه إلهك سبحانه وتعالى وأنه الذي يستحق العبادة وحده. قد قلت ربنا الله، والله لفظة الله يستلزم التوحيد، توحيد الألوهية. فربك خالقك ورازقك ومدبر لشؤونك، ورباك من الصغر وحفظك من فتن عظيمة ومهالك كبيرة. إذن الله هو ربك، وهو أيضا معبودك، وهو حبيبك، وهو العظيم الذي لا ينبغي التعظيم التام إلا له، والخضوع التام له، والخشية له سبحانه. إذن أثبت على هذا، فهذه طريقة الأنبياء، طريقة الصالحين، الطريقة التي ما يأتي أحد إلا وقد يبتلى، ما يأتي أحد بدين صحيح ويثبت على دين واستقامة إلا قد يؤذى بحسب دينه وبما قدر الله له من الابتلاء. إذن إذا أردت الثبات تعلم القرآن واقرأه وتدبره، لا مجرد قراءة سريعة. بعض الناس يقرأ ويقرأ القرآن ويقرأ قصص الأنبياء، لكن أين التدبر؟ أين العمل؟ عنده بركة اللفظ فقط، اللفظ ما شاء الله، ممكن يقرأ في رمضان 5 مصاحف وأكثر، لكن ما في ثبات، ما في تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مجرد ما يمرض ولده عند المشعوذ الفلاني، ما يقول مشعوذ، بل يقول إنه طبيب، ويقول ما يفك السحر إلا من ركبه. من قال لك هذا؟ عندك آية قرآنية بهذا، أنه ما يفك السحر إلا من ركبه؟ لا، السحر بحمد الله يفك بالقراءة، قراءة القرآن، بالذكر، بالرقية الشرعية، بالدعاء، الالتجاء إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المشعوذ والكاهن
والساحر ما ينفعك بل يزيدك ضررا. وربما كما سمعت يقرأ القرآن، وبعض النساء أيضا تقرأ القرآن وتسمع وهي مسلمة، لكن عند مرض الولد وعند ما في ثبات ولا صبر. إذن يا عباد الله، ربنا يقول في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأعداء الإسلام كانوا ينتقدون على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما ينزل القرآن جملة واحدة وانتهينا؟ يأتي على فترات، ونزوله على فترات كان فيها من التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الشيء العظيم. لما تقرأ قصة أحد ومعركة أحد وما نزل فيها من الآيات التي في آل عمران تعجب. كذلك سورة الأنفال التي نزلت يوم بدر، أكثرها أو كلها نزلت في بدر، كان فيها من التثبيت ومن حل المشاكل الشيء العظيم وأحكام. وهكذا لما كثر النفاق بالمدينة وتخلف المنافق عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزلت سورة تقرعهم، ومنهم سورة التوبة. قال ابن عباس: الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين أصحاب القلوب المتشككة في الدين، القلوب المريضة، القلوب التي تريد الحياة ما تريد الجنة ولا تريد طاعة الله وطاعة رسوله. فلهذا حين تقرأ مثل هذه السور المؤمن يزداد إيمانا، فإذا زاد إيمانك ازداد ثباتك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما تقرأ القرآن تجد قصصا عجيبة وثبات أمام المحن. ما يبع دينه بدولار دينار. لما تقرأ قصة السحرة كيف كانوا مع فرعون ولما هداهم الله وأسلموا أراد فرعون أن يهلكهم، قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هل هذا التهديد زعزعهم؟ هل ردهم عن دينهم؟ لا، ثبتوا وصبروا على التهديد، ولم يزل فرعون يتابعهم، وموسى عليه السلام أيضا يحاججه ويقارعه وهو يتهدده ويتكلم فيه وهو ثابت. في الأخير أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يخرج إلى البحر لكي ماذا؟ يخرجون إلى مكان ثاني حتى لا يجتاحهم العدو. فموسى عليه السلام وعد بني إسرائيل أن يخرجوا إلى سيف البحر، فلما وصلوا إلى سيف البحر فرعون تجهز بجيشه العارم وبجيشه الكبير. قال أصحاب موسى لما رأوا عدوهم، قال الله عنهم: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدركنا العدو، والبحر من أمامنا والعدو من خلفنا، خلاص هلكنا، يدركنا يحيط بنا، ما لنا مفر ولا سلاح ولا قوة، هذا جيش كبير. موسى عليه السلام عنده يقين وثبات وأن الله قد وعده بالنجاة. انظر على إيمان راسخ، فإيمان الأنبياء ليس كإيماننا. لهذا قال: كلا. انظر بثقة يثبت جيش أو أمة من الناس
لا تخافوا ولا تستسلموا لفرعون اللعين، كلا إن معي ربي سيهدي، أي معي ربي بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء، كما قال له في الآية أخرى إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون. فانظر كيف المهرج جاء لما قرب العدو، كادت قلوب بعض الناس أن تطير من الخوف. لهذا موسى عليه السلام يلتجئ إلى الله، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر. الله أكبر، عصا أمام بحر، وإيش تفعل؟ ماذا تفعل هذه العصا أمام البحار؟ بحر واسع، اضرب بعصاك البحر، فانفلق بإذن الواحد القهار سبحانه. انظر ما أعظم هذه، يعني الكرامة، وهذا الفرج في وقت الحاجة والشدة. فأين قلوبنا وأين المسلمون من هذه القصص العظيمة؟ البحر ينفلق ويصير اثني عشر طريقا يابسة ما فيها طين بفضل الواحد القهار سبحانه. موسى وقومه يمشون ويجتازون حتى خرجوا من الشق الآخر. فرعون اللعين غبي، ينظر إلى البحر مفتوحا ولم يقل إذن هذا أنا كنت أدعي أني ربكم وأني كذا، لكن من فلق البحر؟ رب موسى. إذن يمشي في البحر مع الجند. موسى عليه السلام لما رأى أن القوم يتبعونهم ماذا فعل؟ أراد أن يضرب مرة أخرى، يظن أن العصا أيضا ستلئم البحر، فيقول له الله دعهم يقربون ويتوسطون، اترك. قال الله واترك البحر رهوا، اترك البحر مفتوحا، لا تستعجل عليهم، نحن نعاملهم ونهلكهم بأنفسنا. فربنا جل وعلا استدرج فرعون مع الجيش المغفل، حتى الجيوش بعض الأحيان عقولهم بدون تفكير خلف قائدهم، والقادة والذين كانوا يسوسون الحروب ذهبت عقولهم، ما راجعوا فرعون ولا يقولون هذا موسى وبنو إسرائيل قد فتح الله لهم البحر، نراجع أنفسنا، ما في مراجعة. دخلوا حتى توسطوا، فأمر الله البحر أن يعد كما كان فأغرقهم جميعا سبحانه وتعالى. هذا مذكور في القرآن، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ربنا جل وعلا يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته مثل هذه القصص لتثبت القلوب أمام المحن، أمام الفتن، أمام الزلازل العظيمة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فموسى بعد ذلك اطمأن حيث رأى عدوه قد هلك. أليس هذا من أعظم التثبيت لعباد الله سبحانه وتعالى؟ إذن أيها المؤمنون عليكم بالاستقامة والصبر على هذا الدين. انظر إلى نوح أيضا عليه السلام، هود عليه السلام يتجادل مع قومه ويتهمون أن آلهتهم قد فعلت به وفعلت، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني قد صرت أنت متخبل، ها قد صرت أنت يا هود عندك هبل وعندك أمراض، صرت موسوسا بسبب أن آلهتنا قد أصابتك. فهو لم ينثني ولم يبالي بهم، فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا النبي يواجه أمة، يواجه أمة. إذن نحن بحاجة أن نقرأ سير الأنبياء وقصصهم العظيمة، كذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويتحمل ما يحصل له من البلاء والأذى. قال خباب رضي الله عنه: جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بأستار الكعبة، أو قال متكئ في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ هؤلاء الكفار آذونا، يعني فعلوا بنا الأفاعيل، هذا بمكة قبل الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلوا. طيب، إنه قد كان ممن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار، يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري. فكر في هذا الحديث العظيم، انظر كيف كانوا يبتلون، ممن كان قبلنا يبتلون ببلايا عظيمة، أما أنت أيها المسلم الكريم الآن، أنت في آمن وأنت في استقرار، وأنت وأنت مجرد، بعضهم مجرد كما سمعت مرض خفيف أو كذا، ما تدري الله، كان سني ثم صار مبتدع، كان مستقيما ثم صار مع السكارة والبطارة، مجرد أن يغروه بالمال، فكيف لو رأى صاحبه يشرشر بالحديد دون لحمه وعظمه؟ ماذا ترى؟ ما سيقول؟ ربما قال: أنت يا فلان رب العالمين. نسأل الله العافية. النبي يقول لأصحابه، وهي للأمة كلها: الرجل يؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأسه ويشق نصفين، ما يرده عن الدين. آخر يمشط بأمشاط الحديد، عريان تدخل السيوف وأمشاط الحديد في جلده حتى يشق، يصل هذا الخنجر إلى عظمه، ما يرده ذلك عن دينه. أسأل الله أن لا يبتلينا، أسأل الله أن لا يبتلينا، لا نتحمل مثل هذا العذاب. فكل يدعو الله بالسلامة. ثم انظر، ثابت أن الله وعد أنه سيتم دين محمد ويسير الراكب من صنعاء اليمن إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. حصل هذا، هذا عنده يقين وثبات، ما يبالي بالأذى، عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عباس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة فقالت: يا رسول الله، أو يا أبتي، ها هم الملأ من قريش، كبار قريش، عند الحجر قد تعاقدوا وتعاهدوا أنهم لو رأوك لقاموا إليك قومة رجل واحد حتى يقتلوك ويعرف كل واحد نصيبه من دمك. يعطون الدية وانتهوا يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني اعطيني الوضوء ما أن أتوضأ. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فوجدهم عند الحجر
مجتمعين، فقالوا ها هو هذا، ها هو هذا، خلاص. قال فأسكت، ولم يستطع أحد يرفع بصره إليه، وطأطأوا رؤوسهم على أذقانهم، الله أكبر. أخذ كفا من حصى ثم رمى بها وجوههم، كان المسجد حصى ليس كاليوم، رمى في وجوههم. قال الراوي وهو ابن عباس: فما وقعت حصاة على شخص منهم إلا قتل يوم بدر كافرا عقوبة لهم، نسأل الله العافية. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثبات وعدم تزعزع، وإلا قد كانوا يريدون أن يعطوه مالا ويعطوه الرئاسة ويعرضون عليه نساء ويعرضون عليه أموالا. إذا تريد أن تكون الكبير فينا أعطيناك الرئاسة. سبحان الله، بعض المسلمين اليوم لو قالوا له أنت الفندم ما شاء الله عليه، ما يقصر. بل بعضهم في بلاد الكفار يقولون: ما أنت معلن، نجعلك المذيع، وآخر نجعلك كذا. وكيف سيدع؟ لماذا سيدع؟ لأخبار الكفار وأعمال المشركين، نسأل الله العافية. إذن يا عبد الله ثبات، كانوا يعرضون عليه كما سمعت الأموال ويعرضون عليه الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبالي بهم، لأنه مكلف بتبلغ رسالة. أنت أيها المؤمن أيضا أنت مكلف بعبادة الله وحده، فاصبر. نعم لك أسوة في من سلف، فانظر إلى امرأة صالحة مذكورة في القرآن، ضربها الله مثلا لنا، لماذا يضرب بها مثلا؟ من أجل أن نقتدي بها في الصبر والتحمل والثبات. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة زوجها ملك، دنيا مبسوطة مفتوحة بالليل والنهار، تريد الحشم، تريد الذهب، تريد ما تطلب عند فرعون سيعطيها، ملك يتصرف في بلاد مصر الثرية، حرسها الله. هذه البلاد كانت أنهار تجري من هنا وهناك، لكنها اختارت ما عند الله، وتابعت موسى عليه السلام على دين الله، ولا تريد ملك فرعون ولا جاه فرعون ولا حشم فرعون ولا أرادت ما عند الله. ثبت عن أبي هريرة أنه قال: إن فرعون أخذ أو جعل لامرأته 4 أوتاد، الوتد حديدة توضع في الأرض، حديدة هنا حديدة هنا حديدة هنا، 4 حدائد مغروسة في الأرض، فربط يديها ورجليها في 4 أوتاد وجعلها في الشمس. انظر تفكر. قال أبو هريرة: فكان إذا تفرق الناس عنها جاءت الملائكة تظلها. الله أكبر. الآية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فربنا جل وعلا يسر لهذه المرأة المسكينة ملائكة كراما يحفظونها ويضللونها بأمر الله جل وعلا. فكانت ترى مقعدها من الجنة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
فكانت ترى منزلها وبيتها في الجنة يا عباد الله. وجاء أيضا عن سلمان الفارسي نحو هذا وسنده أيضا صحيح، فالظاهر أن له حكم الرفع. فانظر إلى هذه المرأة يا أيها الرجل العاقل المسلم كيف صبرت وتركت الدنيا ولم تبالي بالدنيا. الآن ربما طالب علم يعرف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أن يحتاج إلى أمر تافه من الدنيا كالغاز والبسباس والسكر ما توفر، جاءه واحد من أهل البدع من أصحاب الأحزاب ونحوها، قال يا أخي نريدك أن تدخل معنا، تدخل معنا، تدخل معهم في البدع الخرافات، ما تدري إلا وقد ذهب معهم. يا فلان ما لك وأنت تعرف أن هذه بدع وخرافات وحزبيات محرمة؟ قال يا أخي في شدة شوي، شدة شوي. يا عبد الله لو تنظر إلى هذه المرأة، انظر، تركت الملك ضربه الله لك مثلا في القرآن الكريم، وهذه الأمثال يضربها الله جل وعلا لأهل العقول، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما كل واحد يستفيد من الأمثال، لكن العاقل وأصحاب الدراسة الصحيحة هو يفهم هذه الأمثال ويقتدي بها. وجاء من حديث ابن عباس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما كان ليلة أسري بي شممت رائحة طيبة لم أشم مثلها أو كما قال، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الجميلة أو الطيبة؟ فقال هذه ماشطة امرأة فرعون، بنت فرعون، هذه ماشطة بنت فرعون. قال ما شأنها؟ قال إنها كانت تمشط لبنت فرعون، فابنة فرعون سقط المدرة من الماشطة، فقالت بسم الله، انظر هذه الماشطة، قالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي؟ قالت لا. قالت ربي ورب أبيك الله، ربي ورب أبيك الله، إلهي وإله أبيك وخالقي وخالق أبيك هو الله، توحيد. فقالت أخبر أبي؟ قالت المرأة نعم. فدعاها فمثلت بين يديه، فقال لها ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. الله أكبر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الشهداء عند الله رجل قال كلمة حق عند سلطان الجائر. سلطان جائر، أما هذا أكثر الكافرين، ها؟ وهي تقول ربي وربك الله، ثبات وتوكل واعتماد على الله، ما صنعت صنعت، أكبر المجرمين بين يديها، وهي امرأة ما عندها قوة ولا شيء، ربي وربك الله. وهذا من إقامة الحجة على فرعون. انظر هذه الماشطة أيضا تركت خدمة بنت الملك وطلبت يعني وتركت الأموال ومعها أولاد أيضا، المرأة لها أولاد، بعض الناس أيضا من أجل ولده يضل. فهذه المرأة تقول لفرعون ربي وربك الله، فأمر بها أو فأمر بقدر فجيء به،
فوضع فيه ماء أو زيت هذا القدر العظيم، فأوقد عليه حتى صار في غاية الحرارة، فجمع أولادها أمامها ثم رمى بولد أمام عينها إلى هذا القدر، ثم يرمى بالثاني، فقالت لهم أريد منك طلبا، قال وما ذاك؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في خرقة وتدفننا جميعا. فقال هذا لك، نسأل الله العافية، من حقك علينا، أما من حقها أن يتركها وأن لا يذبحها وما في عليه شيء. انظر، جاء في الرواية أن ولدا صغيرا لها لما رأته وقد حزنت على أولادها أرادت أن ترجع، فقال يا أم اصبري واقتحمي، الله أكبر، صغير طفل، اصبري واقتحمي، فأقحمت في القدر فصار لها رائحة كما سمعتم. وهذا الحديث حسن إسناده الإمام ابن كثير في تفسير رحمه الله. فهناك قصص عجيبة وأمور عظيمة ممن سلف وممن حضر. وهكذا امرأة أخرى في صحيح مسلم، أصحاب الأخدود الذين ابتلاهم الله بالمجرمين، بالملك الظالم، لما أسلم الناس قال الملك خدوا الأخاديد في الأرض ثم أوقدوا النيران، يقول لجيشه الخبيث أوقدوا النيران ومن لم يرجع عن دين ارموا به في النار. فجمعوا الناس وأضرموا النيران ومن لم يرجع عن دين ألقوه في النار، وكم أمم ألقوها في النار. فجاءت امرأة معها طفل رضيع ما يتكلم، فلما رأت النار تأجج، رحمت غلامها ونفسها فأرادت أن ترجع عن دينها، فقال لها اصبري يا أمه فإنك على الحق، فاقتحمت مع ولدها. الله أكبر، أليس هذا هذا الحديث في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه؟ هذه قصص يقصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا ويخبر الله نبيه لكي نستفيد يا عباد الله ونصبر على ديننا وعلى متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، نصبر ونثبت. وهكذا من بعدهم حتى من الصحابة من ابتلي وصار له بلاء حسن، فقد ذكر الحافظ الذهبي بل وابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل سرية إلى الروم يقاتلون الروم، فأسر عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، فلما أخذه الكفار أخذوه إلى الملك فقالوا هذا من أصحاب محمد، لأن أكثر كان التابعون كانوا تابعين، فهذه غنيمة عند أن يروا واحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرجل يمثل بين يدي الملك، فيقول الملك تتنصر وتترك دين محمد وأشركك في ملكي، يعطيك نصف ملكي. الإغراءات من زمان يا عباد الله يساومونك على أحسن شيء، ما هو أغلى شيء عندك؟ عينك، يدك، رأسك، ولا دينك؟ أغلى شيء دينك، لأن بالدين تدخل الجنة وتسعد الأبد، لكن لو قطعوا يدك الأمر هين. فقال تتنصر وأشركك في ملكي، قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. رآه شديدا قال إذا اصلبوه،
اجعله على خشبة والصلب معروف، يربط من الكتفين ويعلق، اصلبه وارموا حوله إلى جنبه، يريد يهدده أول. ففعلوا، وكان يعرض عليه النصرانية: ها قد تراجعت عن فكرتك، تراجعت عن دينك. ما تراجع على ما هو عليه، قال انزلوه. أنزلوه. جاءت بعض الطرق، بعض الروايات، أنه ترك في غرفة وأعطوه لحما، لحم خنزير وخمرا، فبقي 3 أيام لا يأكل، فانعطفت عنقه، فقال الحرس: إما تدركه أو يموت، ما أكل، تدركه تخرجه ولا يموت. فأخرجه وأطعمه طعاما جيدا، فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: أما إنه قد حله لي، قد أحل لي، ولكن ما أريد أن أشوه بك عند المسلمين. يعني يقولون أطعم أسير لحم خنزير وخمرا وهو محرم عليه. فقال الملك الخبيث: ائتوا بقدر. فجاءوا بقدر، فأوقدوا عليه نارا حتى غلا جدا، ثم جاء بأسيرين من المسلمين، ما في رحمة، فرموا بالأول في القدر فلاحت حظامه، ذابت اللحوم والشحوم والعياذ بالله. فرأى صاحبه فبكى، فظن أنه سيرجع عن دينه، فقالوا، صار يبكي، قال: ائتوني به. فأتوا به، فقال: ها ترجع عن دينك، لما تبكي؟ قال: أبكي أن لي نفسا واحدة، وأتمنى أن يكون لي عدد شعاري أنفس كلها تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات قال: أتمنى أن يكون لي 100 نفس، 100 نفس كلها تعذب هذا العذاب في الله سبحانه وتعالى. فرأى أن الرجل يحب العذاب، ما هو خائف من عذاب، قد عذبه وضربه وفعل وفعل، ما في فائدة. المسلم مسلم، صار مثل الجبل ثابت على دينه، الجبل يتزحزح من الرياح، الجبل يتزحزح من الرياح، لا الشجر تنمي، لكن الجبل لا يتزحزح. فالمؤمن الثابت مثل الجبل، والذي هو ضعيف الدين يتقلب مثل الشجرة، تميل به الرياح يمنة ويسرة. لا، كن مثل الجبل. فلما رأى ثباته قال: إذا قبل رأسي وأفك أسرك. قال: لا، تفك أسري وأسر المسلمين كلهم الذين عندك. ما فرح بنفسه، فقال: إذن أفك أسرك وأسر الناس، أسر المسلمين معك. فلما رجع إلى عمر وأخبر عمر الخبر، قال: حق على المسلمين أن يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أولهم. فابتدأ وقبل رأس عبد الله بن حذافة. هذه القصة رواها، ذكرها ابن الإمام الذهبي في السير، وقال شيخنا الوادعي: سمعته في غير مجلس، إنها في مجموع طرقها حسن صالحة للحجية رحمه الله. فهذه القصص فيها عبر وفيها ثبات، وكم من هذه الأمة من ابتلوا بالسجون وابتلوا بالبلايا الكثيرة وهم صابرون محتسبون. فعلينا أن نتعلم العلم، وأن نقرأ القرآن ونتدبره، وأن نقرأ قصص الأنبياء والرسل، ونكون على يقين سلمكم الله، ونثبت ونعلم أن ديننا به السعادة، ديننا
أن ديننا به السعادة، به الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، التمسك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بما كان عليه، نسعد في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا للنبي عليه الصلاة والسلام حوض عظيم، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، عدد أكوابه مثل عدد النجوم، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. هذا الحوض يشرب منه أهل الاستقامة، أهل الثبات. أما الذي يتقلب يمنة ويسرى عن دينه، فاسمع ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوان؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف قوما ما رأيتهم؟ كيف تعرف قوما ما رأيتهم؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بلى. قال: فإن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم ليصدن أو ليدودن عن حوضي قوم، فأقول: يا رب، هؤلاء مني ومن أمتي. قال: فيقول للملك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا. اقرأ معنى هذا الحديث كما ذكره يعني القرطبي في التذكرة، أن من ارتد عن الدين أو أحدث المحدثات العظيمة فإنهم كالخوارج وغيرهم من أهل الضلالات والبدع يصرفون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت أيها المسلم الكريم، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واثبت عليها حتى تشرب من هذا الحوض العظيم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أعظم الأسباب أيضا للثبات كما سمعتم من الشيخ عافاه الله أهبان، الذكر. فالذكر، دوام الذكر من أعظم أسباب الثبات. إن الله يكون معك، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث: وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وأنا معه إذا ذكرني. هذه رواية: أنا معه إذا ذكرني. فربك يكون معك، فأكثر من ذكر الله. ولهذا حتى في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا، اللهم احفظ بلاد اليمن من المحن والزلل، اللهم اشغل أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى، اشغلهم في أنفسهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك من حارب الإسلام وأهله، نسألك يا مولانا أن تكفي المسلمين شر الإسرار وكيد الفجار، وأن تدفع عنا الأمراض والأسقام، وأن تسلط الطاعون والأوجاع العظيمة على الصين، كفرة الصين الذين يحاربون الإسلام وأهله. اللهم زدهم بلاء إلى بلائهم. اللهم عليك بمن حارب الإسلام وأهله، اللهم سلط عليهم الأوباء والأوجاع التي لا يقومون منها إلا وهم أذل الخلق يا جبار يا عظيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله، والله أعلم.